كلمات قتلت صاحبها وأنهت حياته مذبوحاً ومقطع الأطراف، ليست كلمات عادية، بل بيت شعري كان أحد من السيف، فأثبت أن الشعر كما الحب كثيراً ما يكون قاتلاً. تابع معنا قصة الشعر الذي قتل صاحبه، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس. ومن الشعر ما قتل. بضع كلمات قالها شاعر جاهلي، وليس أي شاعر، بل أحد أصحاب المعلقات طرفة بن العبد، دفعت ملك الحيرة عمرو بن هند إلى التخلص منه بطريقة بشعة، إذ كان طرفه معروفاً بتمكنه من الشعر واستخدامه سلاحاً بتاراً ضد الناس، فيهجو به ويسخر به ويتغزل به ويعشق به. باختصار، كان أداة الشاعر الذي برع كل البراعة في استخدامها. وكان طرفه على علاقة طيبة بالملك عمرو بن هند، يدخل قصره ويستأنس معه. وذات يوم سخر من عبد عمرو بن هند قائلاً فيه: يا عجبا من عبد عمرو وبغيه، لقد رام ظلمي عبد عمرو فأنعما، ولا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشحا إذا قام أهضما، له شربتان بالنهار وأربع من الليل حتى آض سخدا مورما. والكشح هنا تعني الخاصرة، وكان الشاعر يتحدث عن قوام العبد الجميل. المهم، ذات يوم خرج الملك بن هند ونفر من أصحابه وعبده معهم في رحلة صيد، فأوقدوا ناراً وشرعوا يشون صيدهم. فجأة نظر ابن هند إلى عبده، فلفت كشح العبد الملك بن هند وتذكر أبيات طرفه، فقال له: يا عبد عمرو، لقد أبصر طرفه حسن كشحك فقال فيك كذا وكذا، معيداً أبيات الشاعر على مسمعه. فغضب عبد عمرو مما قاله وانفعل قائلاً للملك: ما قاله بي ليس أقبح مما قاله بك. غضب الملك طالباً من العبد إعادة ما قاله عمرو، وأمره أن يسمعه أبيات الشعر. ورغم ندمه، إلا أن العبد أجبر على قول الأبيات ومما جاء فيها: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور. سمع الملك البيت فغضب غضبا شديدا، لكنه كتم غيظه واكتفى بمقاطعة طرفه لفترة. فسمع الأخير بالخبر وتوارى عن الأنظار، ثم قرر مواجهة الملك حين ظن أنه رضي عنه. إلا أن الملك أضمر شيئا في نفسه، فانتظر حتى أتاه طرفه وحمله هو وشاعر آخر كان يدعى المتلمس، وكان قد قال أيضا شعرا أغضب الملك، حملهما رسالة إلى عامله على البحرين، وأخبرهما أنهما سينالان هناك جوائز على شعرهما. في الطريق توجس المتلمس خيفة، ففتح رسالته وإذا بها تتضمن العبارة الآتية: إذا جاءك حامل الرسالة فاقطع أربعه ورأسه. ففزع وخاف المتلمس على نفسه وهرب عائدا. أما طرفه فأبى أن يفتح رسالته، وأصر أن يوصل الأمانة لأصحابها، فنفذ فيه صاحب البحرين أمر عمرو بن هند ومات طرفه. الفتى الذي قتله لسانه. دفع طرف بن العبد حياته ثمن بيت الشعر هذا، وكان ما يزال في ريعان شبابه، إذ كان لم يتجاوز 26 من عمره، لذا لقبه المؤرخون بالفتى الذي قتله لسانه. فمن هو هذا الفتى؟ اسمه طرفة بن العبد بن سفيان، ويرجع نسبه إلى معد بن عدنان، يوصف بأنه أشعر الشعراء بعد امرئ القيس. فرغم حداثة سنه عن شعراء عصره، إلا أنه تفوق على كثيرين منهم، إذ تعتبر معلقته من أهم المعلقات، ووصف شعره بالمتين الغريب المبهم. برع طرفة بالهجاء، وسلط شعره صوتا على الناس حتى قتل به. فما رأيك بقصة طرفة بن العبد؟ وهل تعرف حاكما تتمنى أن رغوثا تكون مكانه كما تمنى طرفة؟ أخبرنا إذن باسمه.
طبعا إذا لم تخف على رأسك وأطرافك.